السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم كيف كتشوفوا مسمن، غادي يكون بالقمح الكامل، كيجي مورق هو والملوي، كيجي مورق وشيش وزوين. نتمنى يعجبكم واشتركوا في القناة ديالي وتتبعوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. هنا غادي نبدا ان شاء الله البنات بالمقادير. كيف كتشوفوا المقادير ديال العجينه، غادي يكون القمح الكامل محيدة للنخالة كيف كتشوفوا الغليظه فقط، وشويه ديال الملحه والماء. هذاك القمح غادي يكون نصف ديالو ديال الفرس، يعني الا درت كاس ديال الفرس غادي ندير جوج ديال القمح ولا ثلاثه ديال القمح. كيف كتشوفوا هنايا راه درت القمح غلب على الفرس. هنا غادي نبدا البنات في العجينه، غادي ندير فيها ديك الملح كيف كتشوفوا. العجينه غادي نعجنها ان شاء الله عادي بالماء دافي. غادي نبدا كنجمع العجين كيف كتشوفوا، وانا كنزيد في الماء وكندلك في نفس الوقت، كنجمع وكندلك، كنجمع الجوانب ديال العجين وكندلك. هنا غادي نحتاج تقريبا كمية لا بأس بها ديال الماء، حيت المسمن كيبغي يكون شويه متلو، وهذا ديال القمح بالذات كيشرب شويه ديال الماء. كيف كتشوفوا هنا كنزيد شويه ديال الماء، هنا كنجمع العجينه تماما، كنجمع الجوانب كلها هي، وانا كندلك في نفس الوقت، نجمع وكندلك. هنا غادي نضيف شويه ديال الماء، غادي نبدا ندلك في داك العجين كيف كتشوفوا. حنا غادي نبدا ندلك العجين وانا كنزيد في الماء وكندلك حتى كتولي العجينه رطبه وحتى كتجمس ليا دوك المكونات. هنا كيف كتشوفوا البنات جمعت ديال العجينه وبديت كندلك فيها مزيان باش نحصل على العجينه في الاخر رطبه، حيت ديال القمح كتشرب الماء بزايد. كندلك مزيان كنستنى في الدلك كيف كتشوفوا حتى كنحصل على هاد العجينه بحال هاد الشكل. كيف كتشوفوا هنايا رطبه، كنحطها ترتاح واحد شوي، غادي نغطيها ترتاح واحد شوي، وغادي نقطعها بعد ما ترتاح كويرات صغار، والملوي غادي نقطعو كويرات شويه كبار كيف غادي تشوفوا من بعد. غادي نغطيها ترتاح ونرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا كيفاش غادي نبدا الطبق ديالها. هنا بدات اخر كره ديال الملوي كوره، درت المسمن كيف كتشوفوا كبيرات صغار باش يرتاحوا، دهنتهم بزيت المائده باش ما تكونش فيهم ديك القشره من الفوق، والملوي كيف كتشوفوا درتهم كريات كبار، غادي نغطيوهم باش ما يديروش ديك القشره من الفوق. وغادي نبدا ان شاء الله الان كنورق، غادي نبدا بالمسمن ان شاء الله. كيف كتشوفوا غادي نحتاج للطرق، غادي نورق في الزيت، ولكن ملي غنورق غندير الزبده في الوسط البيضه دائبه، والقمح الكامل غادي ندير فيه خماره حمراء غادي نخلطها فيه، وغادي نبدا الطرق. الطرق كيف كنعرفوا جميعا نفس الطريق، غير هنايا حنت هو فيه داك دقيق القمح الكامل وبكميه كبيره، غادي نرققو مزيان عاد كنبداو كنورقو فيه باش يجينا مورق. هنا كيف كتشوفو البنات كنركز على الجوانب الوسط، المهم هي يكون رقيق كيف كيبان ليكم. هنا غادي نجيب ديك الزبدة اللي ذوبت من قبل، أي نوع ديال الزبدة البنات، انا كنستعمل في المسمن ديال الباكيه، اي نوع ديال الباكيه، كنهز شويه من داك الدخل القمح اللي فيه ديك الخماره حمراء كيف قلت من قبل، كنديرو في الوسط واحد نص ملعقه صغيره، كنرشها كنبدا كنجمع الاطراف. هنا كنعاود ندير شويه ديال دخل القمح كيف كتشوفوا، وكنغلق الجوانب، غادي نحطها ترتاح حتى
غادي نهز وحده اخرى كره اي اخرى غادي هنا غادي دائما بعدا كنغطي بديك البلاستيكه فين ما نسيت كريه نورقها كنغطي هنا كنبدا كنورق كريه اخرى كيف كتشوفوا العجين ولو فيه القمح زايد العجين رطب وعطيني الطعم بعد ما ارتاح حنتلكته مزيان ودخلت فيه كميه ديال الماء لا باس بها خدمته مزيان حتى ولا العجينه ديالو رطبه هنا ثاني ورقت غادي ندهن كيف قلت الزبده في الوسط كنرش عليه كامله كنوزعها بطريقه متساويه هنا غادي نهز الدقيق القمح ثاني غادي نعاود نرشو في الوسط اللي فيه الخميره كيميائيه وغادي نجمع الجوانب كيف كنعرفوا كنعاود ندير هنا الدقيق القمح وكنجمع الجوانب وكنحطها ترتاح وكنغطيها كيف كتشوفوا غادي نستمر حتى نكمل الكميه كلها هي كيف كتشوفوا ونحطها ترتاح البنات غادي نورق معكم اخر وحده باش ندوزو نشوفو الملوي كيفاش غادي نديرو ليه كنورقها مزيان ستكون رقيقه حيت اصلا باش مرققناها كيجي داك الطرق واضح كتشوفو كندير الزبده دائما كيف قلت وكندير الدقيق في الوسط اللي فيه الخميره الكيميائيه يعني البنات بالنسبه لهاد المسمن راه كيجي روعه وتيجي بنين حنت فيه سبحان الله دقيق القمح الكامل فيه واحد اللذة بشي شكل نتمنى تجربوه وراه كان نستخدم ابسط الوسائل باش نقدر نوصل لكم المعلومه باش يجيكم ساهل هنا البنات غادي نبدا في الملوي كيف كتشوفوا كملت اخر وحده في المسمن هنا البنات دزت معكم الطرق ديال الملوي كيف كتشوفوا حيت الصريح عند هنا الكره كبر باش نورقها مزيان كيف كتشوفوا نورقها حتى هي رقيقه كيف كتشوفوا نبقى كنبسط فيها وانا كندرس فيها حتى كتولي رقيقه بنفس الطريقه تقريبا هنا غادي دائما ندهن بهذيك الزبده كيف كتشوفوا زبده دائمه غادي ندهنها في الوسط كميه لا باس بها وغادي ندير الدقيق القمح في الوسط غادي نرش به غادي نرش كله العجين يعني كاع العجين اللي بسطو غادي نرشو بديك الزبده ومن الفوق ديالو غادي نرشو بالدقيق غادي نثني الاطراف ديال الملوي غادي نعاود نثني الطرف الاخر وهنا كندهن بالزبده كيف كتشوفوا وكنعاود ندير رشه من الدقيق القمح وانا كنجبد كيف كتشوفوا بد هنا غادي نبدا كنلوي الملوي كيف كتشوفوا كنلوي وما كنزيرش فقط كندور العجين للطرف الاخر بلا ما نزير بلا ما نجبد بلا والو كنقاد الجوانب ديالها وانا غادي كيف كتشوفوا هنا غادي ناخذ هاد الاطراف غادي نخشيهم في الجوانب كيف كتشوفوا هنا البنات من الاحسن ما نديروش لا بحال هكذا يعني هكا ما نجيبهاش ليها دابا غير نجمعوا ليها الاطراف نخشيو في الجوانب ونخليوها واحد شويه ترتاح عاد من بعد هكا نوقفوها ونوركو لها الا حنا ورقنا عليها دابا بحال هكذا كيتبقسوا لينا دوك الطبقات العكس خصنا هين ناخذ معكم ورقه اخرى كره اخرى ديال الملوي غادي نبسطها كيف كتشوفوا غادي نعاود معكم باش تشوفوا كيفاش انا غادي نورقها مزيان حيت هاد الورق ديال الملوي هو اللي كيخلي الملوي كيجي طبقات و
كيبان لي كل مفرقه كل دقه على خطا كيجي مرق مزيان وواضح هذاك الطريق. هنا كندهن الزبده كيف كتشوفوا هي اللي كتصبيها كنرش الدقيق في القمح كندير واحد الكميه ديال معلقه تقريبا صغيره كنوزعها. هنا كنجمع الاطراف ديال العجين وانا كندهن تاني بالزبده كيف كتشوفوا كنرش دقيق القمح كنجبد الجوانب ما نحتاج اني نبقى كنقرص وكنجر فقط حيت كتكون مدلوكه مزيان وطبال العجينة وعطيانا الطوي كيف ما بغيتها كتمشي معايا. هنا هنايا كنتدر شويه ديال الدقيق هنا غادي نبدا ثاني بنفس الطريقه وانا ما كنزيرش حيت كنلوي العجين وغادي كنسرح الجوانب كنصوبها وانا غادي نكلب نجمع الجوانب غادي نخشيهم هنا ما غاديش ندير البنات هكذا كيف قلت لك الا درت هكذا كيحصل لكم الطوال نخلي واحدة ترتاح نوركو لها بحال هكا البنات يعني كنقولو كنكملو كنحطها هكا في البسيط عاد من بعد ما كترتاح واحد شويه كنهزها وكنجلها بهاد الطريقة واضحة الطريقة الصورة كيف كتشوف. هنا غادي نبدا ان شاء الله من بعد ما ارتاحت العجينة غادي نبدا بأول سمنة غادي هكدا كنورق وكنطيب. هنا البنات شعلت بوطة ودرت عليها المقلاة ديالي الغليظة تسخن خاصها تسخن مزيان هنا ما كنرققوش مزيان يعني كنبسطو قياس المسمن كنرش المقلات ديالي بقليل من الزيت المائدة كيف كتشوفو كنلوحها اول وحدة كنرشها بقليل من الزيت و دغيا كنقلب في نفس الوقت. هنا غادي نعاود نورق معكم وحدة اخرى كنورق قبل الزيت فقط كيف كتشوف كنورقها كنكون دهنت مقلاة قليل من الزيت كنرش قليل من الزيت المائدة وكنقلب في البلاصة مكنخلاش حتى كتحمر. هذا أثناء كنعاود نرش واحد شوية ديال الزيت هنا كيف كتشوفو بدات كتنفخ كتبدا كتنفخ أو نقلبها جهة أخرى من بعد ما تنفخات ليا نسمنو كنبدا نقلبها الجوانب دائما وأنا كنراقبها هنا كيف كتشوفو بدات كتحمر من الجوانب كتجي مذهبة على باش تبان من الوسط مزيان. حنا غادي نحيدها غادي نمر حنا غادي نمر البنات الطرق ديال الملوي كيف كتشوفوا الملوي ما كنحتاجش ان نورقو بزاف بحال المسمن ما كنفرقوش نخليه شي شويه شي شويه غليظ باش كيبان داك الطرق ديالو كتشوفوا تنزلها الجوانب كنرشها بقليل من الزيت المائدة كنقلبها في البلاصة يعني ما كنخليهاش حتى تحمر كنقلبها كيف كتشوفوا كندهنها بقليل من الزيت يعني اللي هزو ليا الاصابع ديالي كنبدا نعاود نقلبها هنا البنات كتبدا كتورق في البلاصه كيبان لك الطرق ديالها من الجوانب و
لو يلا قلبنا بقى ما تحمرتش مزيان كيبداو جوانتي توقفوا كنعاود نقلبها وانا كندور لها جوانب باش تحمر مزيان الوقت يكون حيت فيه البيض بزاف طيب مزيان من الداخل هنا كيف كتشوفوا هنا كتنفخ ليا البيض كنعاود نقلبوا على الجانب الاخر باش يتحمر ليا مزيان هنا كيف كتشوفوا هنا بدا كيبان الطرف ديالو غادي نستمر بنفس الطريقة نبقى كنقلب فيه حتى كنحمرو من جميع الجوانب ديالو كيف كتشوفو هنايا بدا كيتحل من الجوانب هنا تحمرات ليا من هاد الجهة فقط غادي نزيدها واحد شوي من الجهة الأخرى تحمر من الجهة الأخرى وغادي نحيدها سخونه كنحطها وكنضرب ليها الجوانب ديالها باش داك الطرق ديالها كيتحل انا غادي نحاول نوريكم الداخل ديالها حيت باقي سخون كيف كتشوفوا باش نحلها ولكن غادي نشوفوا الطرق ديالها جمعوها كاع تماما وهي البنات النتيجه كنتمنى يعجبكم هذا الملوي هو المسمن اللي درت لكم اليوم بالدقيق الكامل دقيق القمح شكرا على المتابعه